بمناسبة عيد المرأة، أنا النصيحة اللي سنعطي لجميع النساء سواء تقنيات أو قابلات أنهم يخدموا المواطنين بكل نية ويديروا خدمتهم، وبأنه اللي سيدير خدمته راه ما عنده منه شي خف، والصوت ديالو غادي يوصل. وأحسن حاجة أنك تهلا في المرضى، لأن المرضى هما اللي حنا الأولوية ديالنا، هما المرضى، ويكون مزيان مع راسو وصادق، ويكونوا مزيان مع راسهم وصادقين مع راسهم، وربي عز وجل راه تي. تنوز مصطفى، كاتب المحلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل. حنا كنتواجدوا حاليا بالمستشفى من اجل التعبير عن صوتنا والتعبير عن الاحتجاج ديالنا ضد السياسات الصحية اللي ممكن نسموها بسياسات فشيلة، اعتبارا مجموعة من الظواهر واللي مست بشكل مباشر العرض الصحي داخل الخريطة الصحية، وبالخصوص الشبكة الاستشفائية للمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله عسالة. على العموم هي سياسات عليها ما عليها، حاولنا أن نتواصل مع الإدارة مرارا وتكرارا، جمعتنا معها جلسات واجتماعات، في كل مرة نخرج باتفاقيات لا تلتزم بها الإدارة، وهذا الالتزام كرس واحد الوضعية اللي أتت على الشغيلة، وبخصوص الفئات المريضية والتقنية اللي كتعاني نقص كبير، كرسه الافتتاح الجديد للمركز الطبي للقرب التبريف اللي هو إن شاء الله سوف يدشن في القريب العاجل. هذا التدشين كرس هذه الوضعية، ولهذا نحن صدقنا بين هذا الوقت احتجاج من أجل إيصال صوتنا، من أجل استجابة لمجموعة من المطالب، لا على مستوى الموارد البشرية ولا على مستوى التدبير داخل المركز الاستشفائي، وأخذت بالذكر أهم مجلس التسيير ومجلس المؤسسة اللي منوط به حل هذه المشاكل يعني بحس استباقي قبل الوصول لهذه الوضعية الكارثية. السلام عليكم، معكم سهام بوعمارة، ممرضة في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة بمستشفى مولاي عبد الله، موظفة بقسم المستعجلات ومستشارة الفيدرالية الديمقراطية للشغل. احنا اليوم كممرضين في مستشفى مولاي عبد الله قمنا بهذا الوقفة، الهدف ديالها هو نوصل الصوت ديالنا، حيت احنا كنطالبوا بالعمل في الظروف المناسبة اللي كتلبي وكترضي المتطلبات ديال المواطنين وديال المرضى. احنا ما يمكنش ثلاثة الممرضين عندنا في قسم المستعجلات يوفروا مئات الخدمات للمستشفى اللي كيستقبل عدد كبير من المواطنين ومن المرضى بشكل يومي، في حين عندنا ممرضتين او ممرضين يعملون بنظام الحراسه، نظام الحراسه اللي هو يعني 12-36، يعني تيخدموا من 8 الصباح الى 8 الليل، والغد ليه من 8 الليل حتى 8 الصباح، وترتاحوا يومين، يعني ما يمكنش ممرض واحد يقدم علاجات ذو جوده. نطالبوا انهم يزيدوا لنا الموارد البشريه، حيت المشكل ديال الموارد البشريه كان من قبل، ولكن اللي اجج من الحده ديالو افتتاح المركز الاستشفائي القرب سي ام بي 3 بريكس، حيت الاغلبيه الممرضين التحقوا بالمركز الاستشفائي رغم ان هذا المستشفى كان يعاني من نقص لمده طويله. احنا كل ما نطالبه اليوم هو اننا نحسنوا من جوده الخدمات، وحنا مع الاصلاح، وحنا الممرضين والتقنيين دائما مع الاصلاح. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.